يبتلى الإنسان بوالدين يطعنان في السن، فتصبح القوة منهما ضعفا، وتصبح القدرة منهما عجزا، ويصبحان يحتاجان إلى ابنهم أكثر مما كان يحتاجان إليه في قوتهما وشبابهما. هنا يأتي أمر الله. ما معنى يأتي أمر الله؟ هذا الابن إن كان ينقاد للقرآن كلما كلفه أبواه بشيء انقاد له، لأنه يعلم أن القرآن يأمر بهذا. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها، وضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. الإنسان غالبا إذا بلغ 40 سنة اشتد عوده، يكون في قوة في ماله في وظيفته في منصبه، يكون مشغولا بزوجته بأبنائه ببناته، ينصرف همه إليه. لكن من يتبع القرآن لا يمكن أن يصرفه جاهه ولا منصبه ولا عمله ولا زوجته ولا أبناؤه ولا بناته عن بره لوالديه، لأن القرآن هو الذي يحكمه، هو منقاد للقرآن، والقرآن كله وصية من الله جل وعلا للولد بوالديه. ووصينا الإنسان بوالديه، والله يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.